أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد من خلاله أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة ذا اندبندنت عربية ومقال الكاتب بورزو درغاهي تحت عنوان الدروس التي يمكننا استخلاصها من فشل الحرب في العراق. جاء في مقاله: لكن بعد مرور 20 عاما على الغزو أصبح من الواضح بالنسبة إلى أكثر أو إلي أكثر من أي وقت مضى بأن حتمية الكارثة كانت ظاهرة للعيان حتى قبل أشهر من ذلك. في اللحظة نفسها التي وضعت الحكومة الأمريكية العراق نصب أعينها فتبعا للتحذيرات التي أطلقها باحثون في شأن الشرق الأوسط وسياسيون معارضون ولم تلقى أي أذان مصغية، كان الفشل مكتوبا على الحرب منذ كان الفشل مقدرا عليها في بدايتها، حتى لو دربت الولايات المتحدة وبريطانيا 10,000 الجنود على التحدث بالعربية ووضعت ونفذت خطة مفصلة من أجل العبور نحو الديمقراطية، كان المشروع بأكمله ينتهي بالفشل الذريع وإراقة الدماء. في النهاية أغرق الغزو الأمريكي للعراق منذ 20 عاما سكان البلاد في حال من الخوف والألم والفقد والحزن الذي يفوق الوصف. ربما يقدر عدد الأشخاص الذين توفوا من جراء العنف في العراق بربع مليون نسمة منذ عام 2003، بينما يحتمل أن يكون مليون شخص قد سقطوا ضحية القتل غير المبرر. لكن الحرب التي خططت لها دوائر الحكومة الفيدرالية التي لا تهتم سوى بمصلحتها من عملاء وجماعة ضغط، واستغلها المتعاقدون أصحاب العلاقات السياسية الوثيقة، غيرت أيضا المشهد السياسي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى الأسوأ وربما للأبد. ارتكب الأمريكيون أخطاء كثيرة وعلنية أسهمت في مفاقمة الانهزامات واليأس والكوارث التي حلت بملايين العراقيين العاديين وآلاف القوات الأجنبية. لم توضع أي خطة لما بعد الغزو، حلت قيادة الاحتلال الجيش العراقي من دون سابق إنذار، لم يفهم الأمريكيون ثقافة البلاد. الكاتب بورزو درغاهي يتابع في مقاله المنشور بصحيفة ذا اندبندنت عربية قائلا: لا يمكن لجنود قدموا من الخارج أن يفرضوا رؤيتهم للحكم المستنير على بلد أبي لا قدرة له على احتمال الغزاة الأجانب، لكن ما لم يفهمه بوتين من الغزو الأمريكي والبريطاني للعراق هو درس أساسي جدا. إن حروب الغزو قبيحة جدا وغير إنسانية، وما عاد بالإمكان تلميع أعمال سفك الدماء والأهوال والمذابح العنصرية عن طريق روايات البطولات في عصر يسوده البث المباشر والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والهواتف المحمولة. ترك غزو العراق واحتلاله أثرا هائلا على الولايات المتحدة وبريطانيا، وأنتج جيلا من الجنود الجرحى والمصابين بصدمات نفسية، كما أنه كان بداية فترة من انعدام الثقة والغضب الشعبي تجاه النخب التي كذبت عليهم بشأن العراق وترسانتها الوهمية من أسلحة الدمار الشامل. ويعتقد كثيرون بوجود علاقة مباشرة بين الأكاذيب التي هدفت إلى الترويج لحرب العراق من جهة، وصعود اليمين الشعبوي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة من جهة ثانية. ويقول بعض المحللين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليفكر بشأن غزو شامل على أوكرانيا لو لم يستخلص ذلك الدرس المضلل والخاطئ من حرب العراق، بأن القوى العظمى قادرة على انتهاك القانون الدولي واجتياح دول أخرى ذات سيادة. إلى مقال جديد منشور في صحيفة القدس العربي عن كارثة الغزو والاحتلال، يقول الكاتب لطفي العبيدي في صحيفة القدس العربي إن أمريكا التي قوضت الهوية الوطنية العراقية الجامعة، يقول: منذ غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003 أضاف الأمريكيون لهذا البلد أشكالا جديدة من التعاطي السياسي المتخلف، فأصبحت الطائفية الحاقدة العنوان السياسي الأبرز
في مناخ ساده الإرهاب والاقتتال وتضاؤل مؤشرات السلم الأهلي وتجانس الاجتماعي. ويضيف الكاتب: هذا النظام الجديد الذي وضعه المحتل الأمريكي برعاية دستور المسمى بريمر الحاكم الفعلي للعراق إثر الغزو، بني على ولاءات مذهبية لأطراف إقليمية ودولية بعيدة عن مصلحة البلد. ولما يقارب عقدين من تاريخ الغزو وتدمير مؤسسات الدولة، لم يستطع السياسيون الجدد من الذين جاء بعضهم على ظهر الدبابة الأمريكية تغيير أحوال العراق وأحوال شعبه، بل على العكس من ذلك نهبوا البلد وكرسوا الفساد. أمريكا بفعلتها الشنيعة في العراق وتدخلها الإجرامي في هذا البلد خارج أطر القانون الدولي أيقظت العالم على حقيقة زيف القيم الديمقراطية التي تدعيها، وقد شهد التاريخ على إخفاقها وتابعها الكسيح إسرائيل في ملامسة أدنى المعايير الأخلاقية والإنسانية المطلوبة. بريطانيا المضطربة سياسيا والمرتبكة حكوميا، خروجها من الاتحاد الأوروبي ومن ثم ما تقوم به ضمن مجريات أحداث أوكرانيا، يجعلها هي الأخرى لا تزال تتذيل لأمريكا وتتخبط معها في مجدها الذاتي المغرور وقوتها العسكرية التي انحدرت دراماتيكيا منذ بدء مغامرتهما المشتركة في العراق بحجة جلب الديمقراطية وإسقاط ديكتاتورية مزعومة. كان بوسع الولايات المتحدة فعلا أن تفكر مرتين قبل القيام بغزو العراق في عام 2003، فالحرب التي شنتها على العراق كانت نتاج تصور للمحافظين الجدد. إلى صحيفة الميثاق الوطني ومقال الكاتبة ثائرة أكرم تقول فيه: بعد السقوط برزت هوية السفاحين واللصوص والعملاء وهواة الموت والقتل وقطع الرؤوس واختطاف الآخرين. أما سياسيو الصدفة من الذين امتطوا الدبابة الأمريكية حال وصولها بغداد فهم ليسوا سوى مهرجين استثمروا الفراغ السياسي ليغتنموا مناصب رفيعة وامتيازات شتى. هؤلاء هم عملاء لأمريكا وإيران، حيث تعاونوا على تأسيس الميليشيات وإشاعة الفوضى والخراب والقتل والفكر الطائفي، ومزقوا المجتمع ونشروا المخدرات والجهل والأمية في العراق، وقتلوا الكفاءات وأساتذة الجامعات، وفعلوا غير ذلك الكثير من الكوارث، حتى غدا العراقي كأنه في ساحة حرب وهو يواجه الجبهات تلو الجبهات. 20 سنة مضت وكل ثروات العراق وسكانه وعباقرته ونخبه وكل الفيض المالي الذي يتدفق من الآبار بالمليارات ووجود انتخابات وديمقراطيات وحراسات لم تشفع في استقرار أو هدوء أو الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات المدنية التقليدية التي تشعر المواطن بالحد الأدنى من الكرامة والأمان اللذين ذهبا ولا يعودا، لأن سؤال الهوية غائب مغيب، وبمعية غيابه يتكاثر اللصوص وحرامية التاريخ والأوطان. درس العراق يعلمنا أشياء زاخرة في خرائط الفسيفساء الجديدة التي تزين قصور التجار، أولها أن كرامة الأمة لا تستورد من الخارج، وكرامة الأمة لا تصنع بوجود المليارات من الدولارات بين يديها، وأن كرامة الأمة لا تستحضر بتركيبة كيميائية من الديمقراطية الغربية والشرقية. فكرامة الأمة تستوي وتحضر عندما تقيم العدالة فيها، ويكون سؤال الهوية واضح المعالم وعادلا بما فيه الكفاية. وتحت عنوان ذكرى 20 لاحتلال العراق جرائم مستمرة، كتب توفيق رباحي مقالا نشره موقع عربي 21، جاء فيه حظية ذكرى 20 للاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق بنصيب وافر من الاهتمام في الإعلام الغربي ودوائر الاستشارة والتفكير في الغرب، لكن ليس في مراكز الحكم وصناعة القرار. بعد عقدين من الزمن يتكرس الإجماع على أن ذلك الاحتلال المشؤوم فتح أبواب جهنم على المنطقة العربية بل وعلى العالم كله. وهناك إجماع أيضا على أن الاحتلال بني على كذب وتدليس ورغبة مبيتة أمريكية بريطانية في تدمير العراق
زرع الفوضى في المنطقة بلا أدنى مراعاة للقوانين الدولية وللأمم المتحدة ودورها. أسلحة الدمار الشامل وشبهات الإرهاب كانت مجرد شماعات سرعان ما فقدت جدواها حتى لدى الذين لوحوا بها في التمهيد لاحتلال العراق. من المصادفة أن الذكرى العشرين لاحتلال العراق تزامنت مع صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة تهريب أطفال أوكرانيين إلى روسيا. فبينما أقام العالم الغربي الاحتفالات لقرار الجنائية الدولية بحق بوتين، لم يرد من لدنه أي تلميح لضرورة إصدار قرارات مماثلة بحق من خططوا لاحتلال العراق وأمروا والذين نفذوا، على الرغم من أن احتلال العراق لا يختلف عن احتلال أوكرانيا إلا من حيث الجغرافيا ولون الضحايا وديانتهم. هذا إن لم يكن أسوأ، فالغزو الأمريكي البريطاني للعراق قاد إلى حروب محلية وبؤر توتر إقليمية بدأت تبرز وتختفي إلى أن حل الحريق الكبير. وليس مبالغة القول إن الحرب في أوكرانيا هي واحدة من التبعات البعيدة وغير المباشرة لاحتلال العراق. الآن نتابع الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. الآن لما اخترنا لكم من أخبار منوعة، والبداية بهذا الخبر والذي جاء فيه من الممكن أن يكون الذكاء الاصطناعي في صورة آلية تحول النص إلى نص آخر، يحاكي ما كتبه شكسبير مثلا، أو تكتب أوراق بحث فصل دراسي كامل أو مقالات، أو في صورة آلية تعمل على إنتاج صور توضيحية مذهلة بناء على أوصاف قصيرة. وفي حقيقة الأمر تعد الإمكانيات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي حالياً مذهلة، وفي بعض الحالات مثيرة للقلق. والسؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: هل ستصبح وظيفتي قريباً زائدة عن الحاجة إذا كان الذكاء الاصطناعي يستطيع القيام بها بصورة أسرع وبتكلفة أقل كثيراً؟ وقال ساشا ستوفاسر رئيس معهد علم العمل التطبيقي في ألمانيا إن هناك قطاعات معينة سوف تتأثر بصورة متزايدة بالذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى قطاعي المالية والتأمين حيث تتوافر كميات كبيرة من البيانات. لا تكتمل روحانيات شهر رمضان من دون الإفطار الجماعي كعادة محببة لملايين المسلمين حول العالم،
وأحيانا ما يشارك فيها أشخاص من ديانات أخرى كنوع من إظهار التآخي والتضامن. وبينما يفضل غالبية الناس إفطار أول أيام شهر الصوم مع العائلة الصغيرة أو الكبيرة، إلا أن بعض الصائمين يختارون مشاركة الآخرين في إفطار جماعي كبير أو صغير حتى لو كان لا يعرف معظمهم، فالصيام يجمع الكل وكذلك الصلاة. وباتت الكثير من الجهات الرسمية والأهلية تحرص على تنظيم تجمعات الإفطار الرمضاني سنوياً وربما لأيام عدة خلال الشهر الكريم، فضلاً عن شخصيات وشركات وجمعيات خيرية، كما يتكرر أن يقرر أفراد مجتمع الإفطار معاً في الشارع أو الحي أو المسجد أو ربما في حديقة أو ساحة عامة. نتابع الآن وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الأكلة صلى متوارثين عن جدادنا، صلى 300 سنة متوارثين من جيل لجيل لحديت ما وصلنا ل جيلنا نحن. وأكلة غزل بنات خاصة في سوريا بمحافظة حلب هي ومطلوبة بس بشهر رمضان، وهي مكونة من عدة أصناف اللي هي السكر، الطحين، عطر الورد. طبعاً يكون الطحين محمص والفستق يكون حلبي محمص، لأن هي منحشيها بعد ما بتخلص بالفستق الحلبي بالقيمة باللوز بالكاجو. في عدة أصناف نشتيها فيها. هي الأكل الغز بنات يعني بدها تكون عدة أشخاص عم يشتغلوا فيها، يعني لأن هي مصلحة يدوية بده يكونوا تقريبا 10 أشخاص عم يشتغلوا فيها لحديت ما تطلع الغز البنات. منصب على المرمرة ومنطول فيها، نحن نحن نسميها الكد. الكد هو بهمة الشباب الطيبة، من ساعة فيها يعني 4-5 من ساعة فيها، هي سخنة طبعا لحتى تصير بيضة. بس صارت بيضة بنحطها طحين مثل ما شفتوا، والله بنحطها طحين لحتى بنقلبها، بنضل بنقلب فيها بالطحين بنعطيها سخن وهذا لآخره لحتى تصير شعر مثل ما شفتوا، وهيك بهالشكل شايف بهالشكل بتصير شعر. بعدين بنلفها بنحط لها جوز ولوز، ايوه، وقيمه وقشطه. اي نعم. هذا العمو الاشي الفستق ب 100. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما لدينا في حلقة صدى الأقلام لهذا اليوم. في أوقات لاحقة نلقاكم على خير، ظلوا دائما في أمان الله.